شكرا سمو الشيخ محمد بن زايد، شكرا دكتور جمال، شكرا لكل العاملين في مركز الدراسات الاستراتيجية. بأن مركزكم سوف يستمر بعون الله بالسير قدما من حسن إلى أحسن، منهم منارة من منارات البحث العلمي محليا وإقليميا وعالميا، مفخرة لدولة الإمارات، من أهم الصروح العربية. حققنا العديد من القفزات النوعية بسبب جهود العاملين في هذا المركز، يستحق كل الإشادة والتقدير، من المراكز المميزة التي يشار إليها بالبنان. تمنياتنا الخالصة بأن يستمروا على هذا الطريق الأفضل بين مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية العربية. إلى ضرورة حتمية ليس فقط في الفترات السابقة ولكن حتى في الأيام المستقبلية. نجح في إنتاج الكثير من الدراسات والأبحاث. عمر 25 سنة جدا قليل بالنسبة لإنجازات هذا المركز. إن المركز غدا نبراسا شامخا تنبجس منه ينابيع العلم والمعرفة. فأمنياتي الخالصة للمركز بالاستمرار بهذا المستوى. من المراكز الرائدة. أصبح حضور هذا المركز متميزا. قدم خدمات جليلة في مجال البحوث والدراسات الاستراتيجية على مدى 25 عاما. معهدا فكريا كبيرا يعطي لصانع القرار فرصة الاطلاع على الأفكار التي تهدي لاتخاذ القرار الصائب. It is really extraordinary. One of the most important think tanks in the Arab world. هو من المراكز المرموقة ومنارات العلم والثقافة والإشعاع. أتمنى لهذا المركز المزيد من الازدهار والتقدم. وبهذه المناسبة أزجي التحية والتهنئة للمفكر الدكتور جمال سند السويدي، وأتمنى له وللمركز المزيد من التقدم. نفتخر في هذا المركز. A truly amazing center. هنيئا لنا جميعا بيوبيله الفضي. اليوم نحن نفتخر أننا في دولة الإمارات نمتلك مركزا بهذا الحجم وبهذا المستوى. راجين المولى عز وجل إن يكلل جهوده بالنجاح. ونتمنى إن شاء الله أن نحتفل مع الجميع باليوبيل الذهبي. بيوبيله الماسي إن شاء الله. لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أبارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمناسبة العيد الفضي. كل عام ومركز الإمارات بألف خير. نحن فخورين أن كمل 25 سنة. وللدكتور جمال سند السويدي الفضل الأول خلال هذه السنوات 25. جمال لفكرك اللماح دور كبير قد يغير فيه حاله. وهو الذي قضى حياته ناسكا في محراب العلم. يواصل الليل بالنهار. دايما سابق التفكير بخطوة. سنوات من العطاء، سنوات من الإنجاز، سنوات من التفاني في خدمة البحث. استطاع بالفعل أن يسير بهذه المركبة العلمية لبر الأمان لتحقيق كل الأهداف اللي بالفعل انوجد المركز من أجلها. مسيرة مباركة. شهادتي فيه مجروحة ولكنني أعتز بجهوده وأتمنى له دوام الصحة ومزيد من العطاء. وأتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح.